وصلنا زينب لختام صباحنا غيره، ورح نكون مع الحلول الإلكترونية ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية. وجدت العديد من الحلول الإلكترونية، منها خدمة الأكشاك الإلكترونية. شو هي الخدمة، وين تستخدم، وكيف تستخدم، كل هاي تفاصيل أكيد رح يخبرنا عنها الدكتور المهندس طارق الصاتي. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني دكتور تحت الهواء كنا عم نحكي أنا وياك ونرمين عن الخدمات الإلكترونية، قديم نتمنى أنه تتعمم بكل سوريا وبكل يمكن الخدمات الموجودة. أول شيء خبرنا عن الخدمات الإلكترونية الموجودة بما يخص موضوعنا. هلا طبعا كخدمة إلكترونية إذا عرفناها هو أنه نحن أي خدمة ممكن من خلال شركات خاصة أو شركات مؤسسات عامة، أنه هاي الخدمة نحسن نقدمها بشكل إلكتروني. فبدل ما يكون الشخص مثلا، خلينا ناخد كمثال خدمة الأحوال المدنية، بدل ما الشخص ينزل على يعني على مقر وين بيقدموا هاي الخدمة، فممكن من خلال الإنترنت، من خلال الخدمة الإلكترونية، فممكن أنه يطلبها من خلال الموقع، أو ممكن يطلبها من خلال تطبيق موبايل، أو ممكن يطلبها من خلال الأكشاك الإلكترونية اللي حتكون موضوع حلقتنا اليوم أو فقرتنا اليوم. فبالتالي يعني كخدمات حكومية اليوم في كتير خدمات حكومية صارت متاحة عن طريق الموقع الإلكتروني، وبالفترة الأخيرة كمان أطلقوا مشروع البوابة الواحدة الإلكترونية اللي من خلاله فيه المواطن يفوت ويعمل مجموعة من مثلا الطلبات لهي الخدمات الإلكترونية. فأي شيء ممكن مثلا بموضوع الأحوال المدنية، ممكن بموضوع مثلا تطبق بموضوع جوازات السفر وإصدار جوازات السفر، ممكن تطبق مثلا حتى بمواضيع مثلا حجوزات الطيران، ممكن تطبق بمجال الاتصالات. هلا نحن مثلا من الخدمات المتاحه لنا بنفوت على الموقع الالكتروني لشركه الاتصالات، فينا نشتري باقات، فينا نشوف رصيد الباقه تبعنا. ففي كثير خدمات كثيره يعني هلا متاحه موجوده الكترونيا. ويمكن مشروع البوابه الواحده الالكترونيه كان من اهم المشاريع اللي اطلقتها الحكومه. نعم دكتور، لما نحكي عن خدمات الكترونيه دائما لازم نحكي عن البنيه يلي لازم تتوفر. برايك شو هي البنيه اليوم اللي لازم تتوفر، سواء بنيه تحتيه، تشريعيه، تدريب كوادر؟ شو اهم شيء اليوم نحن بحاجته لنقدر نوسع هي الخدمه الالكترونيه بشكل موسع وبشكل اكبر من سوريا؟ هلا يعني انا برايي في كثير امور، من البنيه التحتيه مثل ما تفضلت، يعني تكون مثلا شبكه الانترنت متاحه للجميع، ممكن مثلا حتى يعني الكهرباء، هذول الاشياء البنيه التحتيه بشكل عام تكون متاحه للجميع. بس انا بتخيل في عندنا شيء اسمه ثقافه مجتمعيه، يعني نحن يكون عندنا هي الثقافه انه المواطن بدل فرضا بدل ما ينزل ويتعب حاله على الأدوار وهذا، ممكن يفوت. يعني في كتير خدمات أنا واثق هلأ بتقدمها الحكومة من خلال البوابة الواحدة، ومع ذلك ما صحيح ما عندنا هي الثقافة. يعني المواطن ما عنده ثقافة أني أنا فوت على الموقع الإلكتروني وأطلب، حتى بجوز ما في كهرباء يقول لك والله أنا ما بعرف، أو فيفترض يكون في نشر شوي يعني للخدمات الإلكترونية اللي بتقدمها الحكومة هلأ بالشكل بالوضع الراهن. هلأ التشريعات أكيد واحدة من الأشياء المهمة، التشريعات، وبالإضافة للتشريعات خلينا نقول مؤسسات الدولة فعلا تتجه ويكون عندها خطة واضحة بأنه تقلب كل خدماتها، أو الخدمات اللي ممكن أنه تكون تتقدم بشكل إلكتروني أنه تقلبها بشكل إلكتروني. ففي كتير مؤسسات هلأ عم تشتغل على موضوع أنه خدماتها تتقدم بشكل إلكتروني. واحدة من الأشياء اللي بنشوفها اليوم تطبيق وين مثلا صرنا بشكل إلكتروني نحسن مثلا نتعامل مع البطاقة، إن كان بطاقة ذكية، يعني هي واحدة من الأشياء اللي الخدمات الإلكترونية. نعم يعني دكتور الأكشاك الإلكترونية، كنت عم تذكر حضرتك هالمصطلح واستغربنا شو يعني كشك إلكتروني. أول شيء خلينا نعرف شو الكشك الإلكتروني، شو بيفرق عن غيره يعني. هلا الكشك الإلكتروني تقريبا احنا كلنا مستخدمينه، بس يعني هو هيك جهاز مفوت على شركات الاتصالات MTN او سيرياتيل، بتلاقي فيه جهاز صغير هيك من خلاله، حتى البنوك يمكن من خلاله بتطلبي الدور. هلا هذا الجهاز
فينا نعممه لحتى يكون خلينا نقول جهاز كامل كمبيوتر مع شاشة لمس كبيرة، مو بس انه انا فيني استخدمها للطلب الدور او لا فيني استخدمها بحيث اني اطلب الخدمه من المؤسسه اللي انا من المؤسسه اللي داخل عليها. فبالتالي هذا النوع من الاكشاك الالكترونيه يستخدم للخدمات اللي هي تقدم ضمن المؤسسه. يعني نحن كخدمات الكترونيه ممكن انا خدمه اخذها من خلال الموقع الالكتروني، او ممكن الخدمه اخذها من خلال تطبيق بتقدمه المؤسسة، بس في خدمات انت لازم تكوني موجودة. فبالتالي الأكشاك الإلكترونية بتساعد الموظفين بحيث انه بيخففوا البروسيس او الإجرائية لطلب الخدمة. على سبيل المثال خلينا نقول بالهجرة والجوازات، ولو انه لسه مو مطبقة بس يعني نطمح ان شاء الله تطبق. كثير مهم تطبق. تمام. يعني ممكن انا في إجرائيات او في مجموعة من الإجرائيات اللي مثلا لازم انا ساويها والموظف ما بيكون يعني له تدخل فيها، فمثلا هلا انا بروح بيجي بطلب من الموظف بدي اقدم استماره، تمام؟ لازم تكون هالاستماره تقديمها ضمن فرع الهجره والجوازات، فبالتالي بيعطيني الورقه وانا بدي اكتبها وعبيها وبدي ارجع اعبي مثلا معلومات الهويه، او الموظف هو بيعبيها، لا انا ممكن يكون عندي جهاز كمبيوتر، فالكشك الالكتروني هو جهاز كمبيوتر له شاشه لمس، مو مثل مثلا الأجهزة العادية بيكون له شاشة لمس بتعامل مع باللمس، فممكن هالاستمارة تكون استمارة إلكترونية أنا عبيها ضمن المركز، تمام؟ فبفوت بعمل مثلا بيكون في قائمة شلون التطبيقات اللي بتنزل على السمارت فون على الأندرويد، فممكن يكون هذا التطبيق موجود، أنا بطلب استمارة جديدة بعبي المعلومات اللي أنا بدي أعبيها، بعمل سبميت بتروح المعلومات تلقائيا لعند الموظف. فنحن هذا الوقت اللي الموظف اللي عم يهدره مثلا بكتابه المعلومات، لا انا خليت المواطن هو يعبيها وتبتجي لعند الموظف، الموظف بدققها تمام وبيعطي اوكي عليها، ممكن تنطبع هالاستماره يبصم عليها الشخص. فهذا الوقت بصير يعني بتوفر وقت. هلا طبعا في امثله كثيره لوين ممكن انه تستخدم الاكشاك الالكترونيه، بس يعني من ميزاتها هو توفير الوقت. في بعض الخدمات اللي هي مثلا بحاجه حتى ممكن مثلا اللغه، يعني انا مثلا فتت على مؤسسه، طب ممكن انا ما بعرف احكي عربي، احكي انجليزي. فهي الاكشاك الالكترونيه كمان من ضمن البرامج انت فيكي تختاري اللغه، فانت هون ما عاد اضطريتي انك يكون عندك موظف مثلا او مترجم. اذا في بعض الخدمات مثلا بالخارجيه او بالتعامل مع الاجانب ممكن انه موضوع اللغه موضوع توفير الوقت. فبالتالي يعني موضوع الأكشاك الإلكترونية موضوع ممكن يكون مفيد بهي الناحية. نعم. دكتور حضرتك عم تحكي عن توفير للوقت، سرعة بالإنجاز، تخفيف من سهولة التنقلات. خلينا نحكي شو التجهيزات اللي بتحتاجها اليوم هي الأكشاك، خلينا نحكي عن أنظمة التشغيل يلي ممكن تستخدم فيها. هلا مثل ما حكينا هو الكشك عبارة عن جهاز كمبيوتر، ممكن يكون عليه نظام تشغيل اندرويد، ممكن يكون ويندوز، هي طبعا حسب الشركة المصنعة. في شركات مصنعة لهالأكشاك بيكون لها أنظمة تشغيل خاصة فيها، بس على الأغلب اندرويد أو ويندوز. ممكن يكون لها قياسات محددة، ممكن تتثبت بأماكن مثلا على حيط أو أماكن محددة. ممكن يجي مع مثلا جهاز للدفع الالكتروني، واليوم واحده من الخدمات المتاحه صارت هي خدمه الدفع الالكتروني، تقدمها مجموعه من المؤسسات والبنوك الخاصه والعامه، فممكن يكون في جهاز للدفع الالكتروني مثبت عليها. ممكن يكون فيها طابعه، يعني مثلا انا فتت على مطعم بدي اطلب مجموعة مثلا بدي اطلب، فبحسن استخدم هذا الكشك، بيكون عليه البرنامج، بعد ما انهي الطلب اللي انا بدي اياه فبيطبع لي مثلا وصل، بروح بدفعه على الكاشير اذا ما بدي اعمل دفع الكتروني. فممكن يكون في مجموعة من الملحقات معه، جهاز للدفع الالكتروني، ممكن يكون معه طابعة، ممكن يكون فيه NFC ريدر، هذا الـ NFC ريدر
يعني واحدة من الميزات اللي ممكن تجي حتى مع أجهزة الموبايل. أغلب الأجهزة الحديثة في NFC ريدر بتكون موجودة على البطارية، بنشوف هيك أحيانا بالدعايات أنه من خلال الموبايل بيحسن يعمل عملية دفع إلكتروني، هو فعليا بيكون فيه NFC Identifier معرف NFC، والNFC ريدر بيقرأ معلوماته من البطاقة اللي موجودة على جهاز، غالبا بتكون على بطارية هي NFC كارد مثلا. فهي الملحقات كلها هي بتجي لحتى تخدم العملية أو الخدمة الإلكترونية اللي عم نقدمها من خلال هذا الكشك. نعم، يعني في تطبيقات معينة ممكن تنزل على الأكشاك الإلكترونية، خلينا نعرف شو هي حتى تكون متاحة للجميع، وخاصة نعرف في شرائح كتير من الكبار بالسن لحتى يمكن شباب والكتير بيعرفوا بالتكنولوجيا بس في كبار بالسن، وأيضا خلينا نعرف كيف ممكن تطبق هالأكشاك أو هل طبقت بمكان ما؟ يعني هلا أنا بصراحة بال 2018 كنت بإيطاليا، ففتت على مطعم مشهور على الماكدونالدز، فانا ما بعرف احكي ايطالي، فانه شو بدي ساوي يعني، فتت قلت خلص يعني بشوف شلون بدبر حالي، بركي بلاقي شي حدا بيحكي انجليزي. ففعليا كان في برنامج في اكشاك، هي فتت انا بدي اطلب، فقالوا لي انه فيك تستخدم هذا الجهاز، فورا استخدمت يعني قلبت اللغه الانجليزيه، ايطالي ما بعرف احكي. فالحلو مثلا بالمطاعم هذا كثير مستخدم كأكشاك إلكترونية بالمطاعم، انه انت فيك تختاري المينيو، يعني ما في داعي نوقف مع الموظف وشو عندكم، فيك تختاري المينيو، بتاخذي راحتك بتاخذي وقتك لحتى تطلبي الطلب اللي انت بدك اياه، فيك تعملي كاستمايزيشن، مثلا بدي اكسترا شو بيعرفني كاتشاب او بطاطا، فانا طلبت الطلب كله واخذت الوصل ورحت دفعته على الكاشير. هلا هون الميزات مثل ما حكينا خلال الحديث، انه اول شيء اللغه انا ما كانت عائق بالنسبه لي، يعني انا عم بحكي انجليزي مثلا هن ببلد غير لغه طليان. تمام. الميزه الثانيه اني انا اخذت وقتي الكامل بحيث اني انا اخترت الطلب اللي انا بدي اياه، بالنهايه بس قديش طلع المبلغ رحت دفعته بالكاشير. فواحدة من التطبيقات الشهيرة للأكشاك الإلكترونية المطاعم، حتى في مطاعم السيرف سيرفيس، يعني مو انه يعني نحن خدمة ذاتية، ما انه رايحين على مطعم نقعد وهذا، لا خدمة ذاتية مثل الفاست فود، هذول الأشياء. شركات الطيران، الحجز، هلا ممكن الحجز يكون بشركة طيران، هذا مثال ثاني عن التطبيقات اللي ممكن انه نستخدمها. فأنا عندي شركة طيران بدي أروح أحجز، فبدل ما أتعامل مع الموظف شوف إمتى الرحل عنده الرحلة شوف هي مقاعد، فممكن يكون من خلال هذا الكشك بتبرمج له تطبيق حسب نظام التشغيل المخصص له. فأنا فيني فوت شوف الرحل، فيني حتى مثلا بكبس على الرحلة بشوف بيحط لي شكل للطيارة وين المقاعد الفاضية، فيني احجز، بالاخير بتم الحجز وممكن انه روح اذا كان في دفع مثلا بروح بعمل عملية دفع. يعني تطبيقات عديدة، اي خدمة بالبنوك مثلا ممكن اني انا بدي اسحب مبلغ، فبدل يعني بقتصر شوي من الوقت، ممكن من خلال الكشك انه انا يكون في برنامج او تطبيق منزل عليه، بحط مثلا رقم الحساب، ممكن دخل معلوماتي، ممكن دخل حتى المبلغ اللي انا متاح، ممكن يكون مربوط مع النظام المعلومات تبع البنك، فبالتالي حتى فيني شيك على الرصيد، فيني اعمل كثير اشياء. طبعا هذا بده شويه سكيورتي يعني لحتى انه احسن اتعامل معها، بس انا فيني جزء من البروسيس انه تكون من خلال هذا الكشك الالكتروني. نعم. دكتور هيك بالختام، خلينا نقول هيك بسؤال سريع، وين نحن بسوريا بموضوع الأكشاك الإلكترونية؟ بعدنا ببداية الطريق، في شيء عم يتحضر هلا بحاجة خطوات شوي أكبر لتكون لتفعيل هاي الثقافة؟ هلا يعني الحقيقة إنه يعني في شيء مثل ما حكينا يمكن بالبداية، إنه بس بعض الشركات بنظام الدور، يعني ما فينا نعتبره بشكل نظامي، هو جهاز تيرمينال خلينا نقول من خلاله عم يطلب الدور، بس أنا حطيته كمثال على لشيء اكبر. نعم. هلا الخدمه، نحن كان في شركات ايرانيه عم بتحاول انه تفوت على السوق ونقدم من خلالها هي الخدمه، وطبعا في شركات عالميه كثير.
بس فينا نقول هل نحن اليوم مستعدين انه نستخدم هالاكشاك؟ هل فعليا الثقافه المجتمعيه بتتقبلها؟ هذا سؤال كبير، بس بتخيل انه في كثير خدمات نحن فينا نروح باتجاه استخدام الاكشاك الالكترونيه لتوفير الوقت، خاصه اذا قلنا يعني خدمات حكوميه بتوفر الوقت على الموظف وتوفر الوقت على المواطن. نعم، بختام حديثنا بدنا نشكرك كثير دكتور، واكيد يمكن مثل ما قلنا يمكن نحن شعب بيتاقلم بسرعه مع كل تطور كل حدث بيطرق علينا، والدليل انه مركز خدمه المواطن ايضا طرح كثير من الخدمات اليوم لاقت استحسان عند المواطن السوري. صحيح. كونها هيك وفرت شوي من الجهد والوقت، وايضا الشؤون المدنيه التابعه للوزاره الداخليه، فبنتمنى نحن بكل القطاعات يكون في فكره اكشاك او حتى فكره خدمات الكترونيه ممكن تسهل شوي على المواطن وتوفر عليه كثير. نتشكرك كثير لوجودك وكل المعلومات الممتعه. انا سعيد بوجودي معك. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتور ولوجودك معنا ولكل المعلومات القيمه اللي قدمتها. شكرا لحضرتك.